السلام عليكم. النهارده بنتكلم في المحاضرة الثامنة من المارين دراجز عن المارين بايوتكنولوجي. المحاضرة اللي كانت قبل كده اتكلمنا فيها عن الانترودكشن الخاص بالمارين بايوتكنولوجي، وقلنا ان انا لو موجود عندنا insufficient source لبروميزنج كومباوند من المارين ناتشورال برودكتس وليه بايو اكتيفيتي قوية، بضطر ان انا في الحالة دي طبعا يا اما الحالة الاولانية اعمل اكوا كالتشرنج، وده حصل طبعا في الترابكتيدين وبشركة فارما مار، ولكن الموضوع لم يستكمل لان هو ما كملش الا للكلينيكال ترايلز بس. بعد كده لما جم ينتجوا المستحضر في السوق الدوائي طبعا ما قدرتش حتى الاكوا كالشرنج تبدا تكمل. الكومباوند السينسس بتاعه الى حد ما صعب لان موجود عندي اصلا في ديفرنت كايرال سنترز، فبالتالي طبعا ما قدروش يعملوا توتال سينسز، ولكن بداوا يدوروا على المايكرو اورجانيزم، يعني عملوا كالشرنج للمايكرو اورجانيزمز اللي بتنمو على التونيكت، لقوا ان موجود عندنا نوع من انواع المايكرو اورجانيزمز بتفرز مينلي نص الكومباوند اللي هم سموه صفراسين بي. استخدموا الكومباوند اللي موجود عندنا دوت في انهم يبداوا يعملوا سيمي سينسز للكومباوند اللي هو الترابكتيدين. يبقى معنى كده ان انا لو موجود عندنا insufficient source ممكن اعمل aqua culturing، ما كفتش ببدا بقى اضطر ان انا اعمل اسلوب تاني. لو الكومباوند كان سهل ان هو يتعمل له senses وسيمبل في الاستراكشر بتاعه يبقى هعمل total senses. لو كان صعب الكومباوند فببدا ادور على المايكرو اورجانيزم هل هي اللي بتنتج هذا المستحضر او هذا الكومباوند. فبالتالي طبعا ببدا احاول افصل من المايكرو اورجانيزم او اعمل لها كالشرنج، او ممكن حتى كمان هنتكلم بقى بعد شويه عن الجين كلاستر. فلما لقوا ان الترابكتيدين من الكومباوندز اللي هي الصعبه ان انا اعمل لها سينسز بداوا يدوروا على المايكرو اورجانيزم اللي بتعيش على التونيكت، وفعلا طلعوا نوع من المايكرو اورجانيزم دي لقوها بتنتج مينلي تقريبا تلتين الكومباوند. فاخدوا التلتين الكومباوند اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت وبداوا يعملوا موديفيكيشن وستراكشر طبعا موديفيكيشن، وبداوا يعملوا سينسس في الكومباوند اللي موجود عندنا. طيب ده انا ممكن ان انا استخدم اسلوب احسن كمان. الاسلوب الاحسن ان انا ممكن اتعرف على الجين كلاستر الخاص بالبايو سينسز الخاص بالكومباوند اللي موجود عندنا، وبعد كده انقله، وده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، انقله في ايكولاي او انقله في ييست، وبالتالي الجين كلاستر اللي موجود عندنا هيبدا طبعا هو اللي ينتج لي الكومباوند في الميكروبيال كالشرنج في سواء ايكولاي او ييست او حتى ممكن بلانت سيلز. طب لو انا ما اتعرفتش بقى كمان زي ما احنا شفنا في الهاليكوندرين، ما اتعرفتش على المايكرو اورجانيزمز، يعني هم الهاليكوندرين جم فصلوه اصلا من الهاليكوندرا، بعد كده جم يدوروا على الجين كلاستر في الهاليكوندرا ما لقوش، بعد كده جم يعملوا كالشرنج للمايكرو اورجانيزمز وفصلوا المايكرو اورجانيزمز اللي بتنمو وبداوا يعملوا لها اصلا كالشرنج او مالتيبليكيشن، لقوا ان المايكرو اورجانيزمز دي ما فيش ولا واحد منهم بيطلع اصلا الهاليكوندرين. هم لقوا ان ان الميكشر من المايكرو اورجانيزمز اللي موجود عندنا كل واحد من المايكرو اورجانيزم بيعمل ستيب من الستيب الخاصه بالبايو سينسز او بيصنع جزء من الهاليكوندرين، وكلهم بيشتركوا في الاخر خالص في الهاليكوندرين، بس ما قدروش طبعا يفصلوا الجين كلاستر من اي واحد منهم لان هيفصلوا من ايه 20 30 كومباوند او 20 30 مايكرو اورجانيزم. فكانت العمليه دي بالنسبه لهم صعبه جدا، فما لقوش في الاخر خالص الا الستيب بتاعت التوتال سينسز للهاليكوندرين، وانتجوا كومباوند طبعا زي ما احنا فاكرين اللي هو الاريبيولين وسموه الهالفين طبعا. بالنسبة للمارين بايوتكنولوجي احنا النهاردة هنتكلم طبعا، هي الفكرة بتاعت المارين بايوتكنولوجي يا جماعة عشان نكون عارفين، او البايوتكنولوجي بصفة عامة، ان انا بعمل ايه؟ بقوم جايب حاجة اللي هي بلازميد او نوع من انواع البلازميد اللي عايشة في المايكرو اورجانيزمز، بحط عليها حاجة اسمها ريستريكشن انزيم، ده جزء من الدي ان ايه اللي موجود عندنا في الايكولاي او في اليست، بحط عليها ريستريكشن انزايم هتبدا تقطع لي اصلا جزء من الدي ان ايه اللي موجود عندي. طب لو انا هنا في الحاله دي بحاجه اسمها ريستريكشن انزايمز طبعا، طب لو انا هنا في الحاله دي قمت جايب مثلا على سبيل المثال يا جماعه الانسولين جين كلاستر، يعني جبت مثلا بنكرياتيك سيل وحطيت عليها ريستريكشن انزايمز، ودي هنشرحها بالتفصيل ايه اللي بيحصل يعني دلوقتي.
جبت فصلت الدي ان ايه اللي موجود عندنا من البنكرياتيك سيلز، وبعد كده حطيت عليها نفس الريستريكشن انزيم، فكسر لي جزء اللي انا عايزه اللي هو الانسولين جين كلاستر. قمت جاي بعد كده حاطط بدل الجزء البلازميد اللي طار دوت، حطيت اللي هو الدي ان ايه الجزء بتاعي بتاع الانسولين ده، بنسميه اصلا ريكامبرنت دي ان ايه، بنحط حاجه اسمها لايجيز انزيم. اهو ده الجزء بتاع الجين اوف انترست اللي هو موجود عندنا مثلا الجين كلاستر اوف انسولين، وحطيت حاجه اسمها لايجيز انزيم بيلحم لي الجزء بتاع الدي ان ايه اوف انترست مكان اللي هي الايه الجزء بتاع البلازميد اللي طار. بعد كده بدخلها اصلا في اي كولاي او في يست. بنقول الطرق اللي موجوده عندنا بكذا طريقه طبعا يا جماعه. بتبدا السيلز تتكاثر زي ما احنا شايفين الريكومبيننت دي ان ايه بيتكاثر، ويبدا الخلايا اللي موجوده عندنا دي لو انا اديتها نيوتريانس هتبدا طبعا تدي لي باي برودكتس. الجين اللي موجود عندنا الجين اوف انترست اللي انا كنت حاطه من مده شويه هيديني انسولين، يبقى معنى كده ان الاي كولاي اللي موجود عندنا هتبدا تنتج لي انسولين. الموضوع ده ابليكابل على اي حاجه، هل لو نقلت لها مورفين ينفع؟ اه نقلت لها مورفين ينفع. نقلت لها الجين كلاستر اوف ابليدين اللي موجود اه ينفع. نقلت لها الجين كلاستر اوف اكتيناسيدين او اللي هو الترابكتيدين ينفع؟ اه ينفع. يبقى معنى كده ان العمليه دي اصلا يا جماعه جنرال، ودي هي دي فكره المارين بايوتكنولوجي مينلي عشان نبقى عارفين يعني. لو جينا بصينا بعد كده بالنسبه للحاجه الثانيه اللي موجوده عندنا، هو ايه الديفينيشن الخاص بالبايوتكنولوجي؟ كان في اولد ديفينيشن زمان في الستينات والسبعينات، كان يجي يقول لي ايه ان انا بستخدم ليفنج مايكرو اورجانيزمز تو بروسيس الفودز ومانيفاكتشرنج اذر برودكتس يوزفول تو هيومن. يعني معنى كده مثلا كمثال يا جماعه، ان انا كنت بجيب الالبان احط عليها لاكتوباسيلس تديني زبادي، اجيب الملك اللي موجود عندنا احط عليه انواع اصلا من الفانجاي تدينا جبنه، لو انا جبت العيش جبت الدقيق وحطيت عليه ميه وحطيت عليه بعض السكر وبعد كده حطيت عليه ييست، ابص الاقي الييست بتحول لي الشوجرز اللي موجوده عندي لكربون دايوكسيد، تبدا طبعا تنفخ لي العيش اللي موجود عندنا. ده كان اولد ديفينيشن. النهارده في ديفينيشن تاني موجود عندي اللي هو البايو تكنولوجي بالعربي كده، ان هو ميكينج اذر اورجانيزمز ورك فور اس. يعني ايه ميكينج اذر اورجانيزمز ورك فور اس؟ احنا قلنا من مده شويه يا جماعه ان انا اليست جبتها او جبت الايكولاي، قمت جاي عامل فيها ايه؟ قمت جاي ناقل لها الجين كلاستر الخاص بالانسولين اهو مثلا كمثال يعني. نقلت الجين كلاستر اللي موجود عندنا اللي خاصه دي، ادي مثلا الدي ان ايه اللي موجود عندي في البنكرياتيك سيل. في جزء من معين هو اللي مسؤول عن البايو سينسز الخاص بالانسولين، انا هحط عليه ريستريكشن انزيمز. واتكلمنا عليها المره اللي فاتت طبعا الريستريكشن انزيمز اللي موجوده عندنا هنا. هبص الاقي موجود عندي بتبدا تقطع لي مين؟ تقطع لي الجين كلاستر اللي انا عايزه اصلا يا جماعه. اهي ادي الريستريكشن انزيم بعد ما حطيت الهيليكيز انزيم فراد لي الدي ان ايه، بدا يفصل لي طبعا زي ما احنا شايفين كده الجزء بتاع الدي ان ايه اوف انترست. انا هم جايب البلازميد اللي موجود عندنا انا قطعت منها جزء من الدي ان ايه بنفس الريستريكشن انزيم، هم حاطط حاجه اسمها دي ان ايه لايجيز، هيبدا يلحم لي الجزء بتاع الدي ان ايه اللي موجود عندي اللي هو ريسبونسبل فور البايو سينس بتاع الانسولين مع البلازميد، هقوم مدخلها مره ثانيه في ايكولاي. الايكولاي تبدا تتكاثر زي ما احنا شايفين وتبدا تديني زي ما احنا عارفين طبعا الانسولين يا جماعه. هل الموضوع ده ابليكابل على اي حاجه؟ اه ابليكابل على اي حاجه. لو انا فصلت جين كلاستر بتاع اي حاجه في الدنيا جروس هرمون اي حاجه هيبدا طبعا يتصنع لي جوه الايكولاي اللي موجود عندي. لو انا جيت بصيت بالنسبه هنا لو احنا شايفين برضو تاني يا جماعه اهي، المفروض ان احنا عشان نبقى عارفين ده جين اوف انترست، هنا جين اوف انترست انا بقوم حاطط اصلا الدي ان ايه جايب الدي ان ايه وحاطط عليه حاجه اسمها ريستريكشن انزيمز هتبدا تقطع لي الدي ان ايه اوف انترست طبعا حسب نوع الاندونيوكليزس او نوع الريستريكشن انزيم اللي موجود عندنا. ايه اللي بيحصل هنا يا جماعه؟ انا فصلت الجزء بتاع الدي ان ايه اللي هو جين اوف انترست اللي موجود عندنا، وبيبقى في حاجه اسمها تو ستيك اندز، يبقى دي في تيست تيوب. الفيكتور اللي هو الاي كولاي او الييست او البلانت سيل حتى، انا بقوم جاي طبعا هنا يا جماعه اللي هي اي كولاي مثلا، بقوم جاي جايب نفس الريستريكشن انزيمز حاططها على البلازميد، هبص الاقي موجود عندنا بيقطع لي جزء ايكويفالنت للجزء اللي اتقطع قبل كده بنفس الايه الريستريكشن انزيمز دي، بنسميها اصلا البلازميدز، البلازميدز بتاعت الاي كولاي. بعد كده هقوم جاي ناقل الجين اوف انترست مع دي الجزء بتاع البلازميد اللي موجود عندنا في لايجيشن ميكشر، ان انا بحط لايجيز انزيم
هبص اهو زي ما احنا شايفين كده، ادي الجزء بتاع البلازميد اللي موجود عندي وقطعت منه حته بالريستريكشن انزيم، وده الجين اوف انترست اللي موجود عندنا اللي انا برضو قطعته بنفس التايب بتاع الريستريكشن انزيم اللي انا استخدمته في حاله الايكولاي. وبعد كده هعمل لهم ميكسنج وهحط اصلا لايجيز انزيم. اللايجيز انزيم اللي موجود عندنا هيبدا يلحم لي الجزء بتاع الدي ان ايه اللي هو الجين اوف انترست مع الجزء بتاع البلازميد اللي موجود عندنا، ويديني حاجه اسمها ريكومبرنت دي ان ايه. اهو ادي اللايجيز انزيم، هنا بص اللي موجود عندنا طبعا اللايجيز هيبدا يشتغل ويبدا يعمل لي اصلا يلحم لي الجزء بتاع جين اوف انترست مع جزء البلازميد اللي موجود عندنا ويديني حاجه اسمها ريكومبيننت دي ان ايه اهو زي ما احنا شايفين كده. دول بنسميهم ستيكي اندز. اللايجيز هيبدا يشتغل بقى خلاص، بقى موجود عندنا ريكومبيننت دي ان ايه. ريكومبيننت دي ان ايه بعد كده هاخده الريكومبيننت دي ان ايه وانقله الاي كولاي او انقله اليست او انقله حتى البلان سيل كمان. يا جماعه هنشوف الموضوع ده دلوقتي. اهو ادي الاي كولاي، المفروض هنا ريكومبيننت دي ان ايه ده ممكن يدخل جوه الاي كولاي بطرق كتير قوي. الطريقه الاولانيه ممكن اسميها الكتروبريشن، انا بعرض الميكشر اللي موجود عندنا دوت لاكتر من 3000 فولت بس لمده ثواني صغيره او جزء من الثانيه. هيبدا السيل ممبرين والسيل وول يبدا يتفتح ويدخل لي اصلا الايه ريكومبيننت دي ان ايه جواه اصلا يا جماعه زي ما احنا شايفين كده. خلاص بقى موجود عندنا اصلا دي ان ايه او ريكومبيننت دي ان ايه موجود جوه اي كولاي. هبدا اصلا اعمل كالشرنج وابدا طبعا اكتر الايه الحاجه اللي موجوده عندنا اللي هي الاي كولاي، وببدا بعد كده بعمل لها كالشرنج. وانا ببدا اعمل سيلكشن عشان نبقى عارفين يا جماعه هيبدا يحصل اهو زي ما احنا شايفين الميكروبيال جروث. هقوم واخد اصلا الميكروبس اللي موجوده عندنا الكولوني دي، وبعد كده طبعا ببدا انقلها في نيوترينت ميديا اهي زي ما احنا شايفين. النيوترينت ميديا اللي موجوده هتبدا تتكاثر وتبدا تنتج لي الحاجه اللي موجوده عندي اللي هو الجين اوف انترست اللي احنا قلنا عليه قبل كده طبعا لو احنا فاكرين يعني. دي هي دي الفكره الخاصه بالبايوتكنولوجي. بقى انا كده ان انا بجيب اي كولاي باجرها معلش في كلمه يعني، بعد كده بقوم حاطط لها اصلا ريكومبيننت دي ان ايه وبحط لها نيوترينت ميديا لاني بديها الايجار بتاعها بحط لها نيوترينت ميديا، هتبدا تتكاثر وتبدا في نفس الوقت الجين كلاسر او الجين اوف انترست يتكاثر ويبدا ينتج لي الاكتف كونستيتوينت اللي انا عايزه. اي اكتف كونستيتوينت بقى، وهنتكلم على كذا مثال بعد شويه يعني. لو جينا بالنسبه في بعض الديفينيشنز موجوده عندي في البايوتكنولوجي بس دي ما تهمنيش كصيدلي. اول حاجه في حاجه اسمها بايو ريميديشن. يعني ايه بايو ريميديشن؟ كان زمان يجي يقول لي والله ده في سفينه كانت محمله ببتروليوم وغرقت في البحر الاحمر وغرقت في البحر المتوسط، حصل ليكج للاويل، عايزين نتخلص من الاويل ده لانه يعتبر انفايرمنتال بوليوشن. فبيقوموا جايبين نوع من انواع البكتيريا معينه اصلا يا جماعه ويحطوها على الاويل سبيل اللي موجود عندنا دي. هبقى بص الاقي موجود عندنا بتبدا تتغذى على الاويل او البتروليوم اللي موجود عندي وتبدا تحوله لكربون دايوكسيد. وحولته لكربون دايوكسيد خلاص بقى فولاتايل كومباوند، خلاص مش ما بقاش فيه بوليوشن طبعا زي ما احنا عارفين يعني. ده بيسموه بايو ريميديشن، يعني انا بستخدم المايكرو اورجانيزمز تو ريموف الانوانتد بوليتنس زي الاويل سبيلز زي ما قلنا من مده شويه. في حاجه ثانيه اسمها فايتو ريميديشن، دي برده ما تهمنيش اصلا يا جماعه كصيدلي. بيستخرج مواد موجودة عندنا طبعا وبيستخرج أدوية بالعربي كده. المفروض إن أنا هنا في الحالة دي طبعا يا جماعة الفايتو ريميديشن أنا بعمل إيه؟ بقوم جاي لو أنا موجود عندنا نوع من أنواع أصلا التربة أو الإيرث أو الأرض موجود فيها هيفي ميتالز، ممكن إن أنا أقوم جاي زارع فيها بعض الأشجار هتبدأ تمتص المينرالز أو الهيفي ميتالز الموجودة عندي دي. امتصت الهيفي ميتالز هتبدا تخزنها جواها، خدها اقطعها وخلاص على كده يبقى انا اتخلصت اصلا من الهيفي ميتالز اللي موجوده عندي في نوع من انواع التربه. ممكن بعد كده استخدمها في زراعه اي حاجه
كميديسينال اصلا يا جماعه. بس ده برضو الديفينيشن ده ما يمنيش بحاجه زي ما قلنا من مده شويه اللي هو الفايتو ريميديشن. بنيجي بعد كده، طب هو امتى اصلا المارين بايوتكنولوجي او البايوتكنولوجي بصفه عامه او المودرن بايوتكنولوجي امتى نشا؟ هو عشان نكون عارفين يا جماعه ده نشا امتى، نشا لما جم اكتشفوا البكتيريوفيجز. وايه البكتيريوفيج ده بيعمل ايه اصلا برضو عشان نكون عارفين؟ لو جيت بصيت هنا كده كمجرد مثال اهو، هنا ببص الاقي موجود عندنا البكتيريوفيج ده بيعمل انفكشن للبكتيريال سيلز. بس اثناء ما هو بيعمل انفكشن اصلا يا جماعه، هو المفروض ان هو بيفرز انزيم بيسموه اللايزين. اللايزين ده نوع من انواع البيبتيدو جلايكين لايزيس، يعني بالعربي كده بتحلل لي او تفتح لي فتحات في السيل وول والسيل ممبرين كمان بتاعت البكتيريا بصفه عامه. بعد كده بيبدا يعمل انسرشن للدي ان ايه، الدي ان ايه بيدخل جوه البكتيريال سيل يبدا يعمل بايونيرنج بقى ويتحكم في الخليه، ويبدا يوجه كل وظائف الخليه لنفسه. يبدا هو يتكاثر، يعمل لي الحاجه الاولانيه ريبليكيشن، دي ان ايه ريبليكيشن، ويكون لي دي ان ايز جديده. وبعد كده كمان ده مش هيسكت، ده هيعمل اصلا دي ان ايه ترانسكريبشن، يعمل لي مسنجر ار ان ايه، يعمل لي بروتين. البروتين اللي موجود عندنا بعد كده هيبقى هو الجزء بتاع الكبسل وبتاع الايه النك وبتاع التيل. وهبص الاقي الدي ان ايه طبعا هيدخل جوه مره تانية زي ما احنا هنشوف دلوقتي في الكبس دوت اهو. بيبدا طبعا زي ما احنا عارفين بيبدا يكون لي كبسد، ويبدا يكون لي النك، ويبدا يكون لي تيل. والدي ان ايه اللي موجود عندنا طبعا بيدخل جوه الايه الكبسد اللي موجود عندنا ده. وهو طالع كمان هيبدا يفرز لي ماده تانية اللي هي اللايزنز. اللايزنز اللي موجوده عندنا دي يا جماعه هتبدا تفتح لي برضو فتحات كبيره جدا في السيل وول والسيل ممبرين بتاع البكتيريال سيل، ويبداوا يطلعوا تاني. يبقى معنى كده ان هنا في حاجه انا استفدتها من اللايف سايكل الخاصه بالبكتيريوفيج. الحاجه الاولانيه اللايزنز دي، والحاجه الثانيه برضو عشان نكون عارفين يا جماعه البكتيريا مش بتسكت. البكتيريا اثناء عمليه الانفكشن هي بتبدا تفرز انزيمز هي اخرى تدافع بيها عن نفسها. الانزيم دي بيسموها ريستريكشن انزيمز، المفروض انها بتبدا تحاول تكسر الدي ان ايه الخاص بالبكتيريوفيج عشان ما يقدرش يتكاثر وما يعرفش ان هو دي ان ايه. ما هو انا لو كسرته وحولته لقطع صغيره ده، لا وصل عدد الانزيمز اللي موجوده اللي هم اتعرفوا عليها ال 3000 انزيم ريستريكشن انزيم البكتيريا بتفرزها بتدافع بيها عن نفسها وتكسر لي بيها الدي ان ايه. يبقى انا استفدت من هنا دلوقتي باللايف سايكل الخاصه بالبكتيريوفيج ان انا موجود عندنا حاجه اسمها لايزنز، موجود عندنا حاجه اسمها ريستريكشن انزيمز. لايزنز يفرزها البكتيريوفيج، ريستريكشن انزيمز تفرزها البكتيريا عشان تكسر لي الدي ان ايه اللي موجود عندنا عشان تدافع بيها عن نفسها برضو زي ما قلنا من مده شويه. طب انا هستفيد من الموضوع ده بايه؟ هنقول دلوقتي اهو زي ما احنا شايفين كده طبعا يا جماعه، الحاجه الاولانيه اللي موجوده عندنا ان انا بستفيد من الموضوع دوت باني بجيب حاجه اسمها، وانا لو جبت هنا دلوقتي الجين كلاستر اللي هو بيصنع لي اللايزنز وبعد كده حطيته على اي نوع من انواع البكتيريا، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هو يعمل لايزنس للسيل وول والسيل ممبرين الخاص بالبكتيريا وبالتالي يموتها. يبقى معنى كده ان هو بكتيري سايدل. اللايزنز